حديث قدسي قدسي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا. وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي" متفق عليه